اللوريس البطيء من ألطف الحيوانات اللي ممكن تشوفها في حياتك. وجه طفولي ونظرات بريئة مع بطء في الحركة تحيلك بالطيبة وقلة الحيلة، لكن اللي ما تعرفوش انه اكتر حيوان ثدي سام في العالم. اللوريس بيعيش في جنوب شرق اسيا في بنجلاديش والهند والصين والفلبين، وهو حيوان مهدد بالانقراض بسبب فقدان الموطن وصيد الحيوانات الغير قانوني. وعشان يتجنب الحيوانات المفترسه، اللوريس عنده اليه دفاع خاصه تحت كوعه، وهي غده بتفرز سم قاتل. لما بيكون في خطر بيمسح السم بلسانه ويحطه على اسنانه، وده بيسلحه بعضه سامه ومميته تخلي المفترس يفكر 1000 مره قبل ما يهاجمه. لو المعلومه جديده عليك ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل غريب.